بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما تكلمنا في الابيسود اللي فات عن الميديا والميديا لايبراري وغيرها من الأمور الخاصة بمكتبة الوسيط، اليوم جرى حديث علشان نتكلم عن البيجز، وسبق وإن احنا أصلنا المفهوم للفرق ما بين البوستس والبيجز، وفي حلقات متتالية اتكلمنا عن البوستس بشكل مفصل، فبالتالي اليوم يا جماعة هيكون كلام عن البيجز. الوزارد بتاع البيجز في ووردبريس سهل جدا وجميل وبسيط وما في أي شيء، جاست تكليك على البيجز هيجيب لك حاجة من اتنين، إنك تعرض كل الصفحات اللي اوريدي موجودة عندك، أو إنت عايز تكريت أنيو من أد نيو أو أد نيو أو من نيو، ممكن تضغط على بيج. كل الطرق بتؤدي الى انشاء صفحة جديدة. اللي عندي البانل بتاع البيجز ده بيقول لك انت عدد الصفحات المنشورة عندك. انا عندي اتنين بيجز كلهم والاتنين منشورين، صفحة اسمها كونتاكت مي وصفحة اسمها هوم، وطبعا الاسر والكلام الجميل ده، وانت عارف انت ممكن تعمل ايديت او موف تو ترش لو ما تعمل سيلكشن، وممكن تعمل فلترة على حسب التاريخ، وممكن تسيرش، وفي السيرش اوبشنز عندك الاسر والكومنت والديت والبيجنج. يعني الامور ديت امور سهلة وبسيطة وامرها هين بالنسبة لك. طيب الوزارد اللي جاي انا يعني عايز فيه، او اقصد في الابيسود ده عايز احكي بالمرة، طالما الواجهة دي ما بقتش صعبة علينا او بقت فاميليار علينا من موضوع البوستس، خلونا ندخل بشكل مباشر على اد نيو لو انا عايز اضيف صفحة جديدة. وسبق ان احنا عرفنا ان الصفحات بتبقى ستاتيك شوية وانها بتاخد ترتيب هرمي شوية، وحكينا في الامور ديت يا جماعة في الفرق ما بين البوستس والبيجز. طيب الوزارد ده برضو مش غريب عليك، ان انت اخدت بالك منه، والتكست اديتور ده اتكلمنا عنه بشكل مفصل، الفرق ما بين الفيجوال والتكست، واتكلمنا عن الاد ميديا والكاونتر اللي من تحت والبانل بتاع الببلش، امر مش غريب عليك، والفيتشر ايمج امر مش غريب عليك. يمكن يكون الامر الوحيد المستجد في القصه دي هو البيج اتريبيوت، لان الصفحه لسه ما حملتش، فبالتالي لسه الامور ما كملت عندي. الامر يبقى البوكس الغريب في القصه دي هو البيج اتريبيوت. انا لو جربت اضغط على السكرين اوبشنز لسه ده ما خلاص، نعمل ريلود للصفحة. الكونكشن بالانترنت عندي ربما يكون ضعيف شوية، عشان كده الصفحة مش بتحمل بشكل كامل. يعني بنميل بان احنا نقول دايما من باب التذكير ان الصفحات بتكون دايما استاتيك، الاجزاء الاساسية للكونتنت بتاعك، مثلا صفحة زي الاتصال بنا، صفحة خريطة الموقع، صفحة قائمة المحتويات، صفحات زي كده، حاجات بتكون ليها صبغة استاتيك، بعكس البوستس التدوينات بتبقى دايناميك شوية، وبيبقى ممكن تبقى الصفحة بتاعت التدوينات دي فيها مثلا ما شاء الله من التدوينات، والتدوينات بتحط في كاتيجوريهات وغيرها من الأمور المختلفة اللي أنا ما أظن الناس برضو من الفرق ما بين البوستس والبيجز ممكن تكون أخدت بالها منها شوية. طيب لسه الصفحة في الريلود. العلامة ديت يا جماعة لما بتيجي علامة الاتنين دول معناه ان انا عندي حاجة اندر ابديت، حاجة محتاجة يتعمل لها ابديت. زي مثلا ايه ممكن يتعمل له ابديت؟ البلجنز وهنحكي فيها ان شاء الله باذن الله في وقتها، الثيمز وهنحكي فيها ان شاء الله باذن الله في وقتها، في الابيرنس، الحاجات دي اللي بتحتاج ووردبريس نفسه اتسل في الاصدارات بتاعه. ساعات بيبقى في ابديت مثلا من اصدار 3.8 لاصدار مثلا 3.9 او الاصدار 4 وغيرها من النقط المختلفة. لازلنا برضه في طور الريلود، يعني مسهل يا كريم يا رب. قلنا بنقول ان الفرق الوحيد ما بين الحاجات دي كلها هو البيج اتريبيوت. الوزارد كل واحد زي ما هو، الاديتور، البوكس اللي انت بتحاول تكتب فيه تدويناتك، الكلام ده كله ستاتيك، ما في فرق ما بينه وما بين البوست وما بين البيج. حتى هو بيقول لك نيو بوست، نيو بوست طيب من نوع بيج، يعني انت البوست اللي انت عايز تعمله هيكون بيج، انت عايز تبوست صفحة جديدة من ضمن الصفحات. طيب انا هحاول اوقف التسجيل وارجع تاني لما الصفحة تتحمل. الحمد لله بعد ما الصفحة حملت يعني
الوزارد بتاعت يا جماعة ما في أي مشكلة غير بدل ما نفس الوزارد بتاع نيو بوست، بس أنا بيجي نيو بيج اكتب الكونتنت بتاع الصفحة بتاعك نفس الشاشة، فيتشر ايميج، السكرين اوبشنز فيها كل حاجة زي ما هي، الكاستم فيلدز والديسكشن عشان تقلعوا الكومنت على البيج، ها خد بالك من النقطة دي، أو لأ، أو السلاج والأوثر والكومنت والكلام والديستراكشن فري وغيرها من الأمور العادية يعني. الشاهد معايا كله بس في قصة البيج اتريبيوتس دي اللي يمكن يكون ما كانتش موجودة في البوستس. بص يا سيدي، في البيج اتريبيوت بيقول لك البيرنت ابويا مين، علشان لو انت عايز تعمل الموضوع بتاع التفريع يعني، انت فاهمني، لو مثلا الوحده الاولى في من الدرس الاول للثاني ثالث رابع، فبالتالي انت هتخلي لو انت كنت ناوي ان الوحده الاولى ده يعني مثلا عايز تخلي صفحه جوه من صفحه زي ليفل كده، علشان لما نيجي نشتغل على المنيوز لازم ان يبقى في التفريع عاديه. الجانب التاني كان خاص بالتمبلت، يعني انا اخد لك التمبلت ده من فين، وعندي حاجتين شو كيس وسايد بار والكلام ديت، يعني ايه مربوط اكتر بالثيم يا جماعه، يعني على حسب التمبلت اللي انا شغال عليه اللي هو الثيم القالب العام اللي انا شغال عليه، وانا شغال تقريبا على 2011 او انا مش فاكر بالظبط يعني. المهم الجانب اللي جاي كان خاص بالاوردر، الاوردر ده ترتيب ظهورها من فين، مش شمال اليمين، من اليمين الشمال، وغيرها من نقط ديت. ده كل الكلام اللي احنا عايزين نحكي فيه في موضوع البيج بمنتهى البساطه. ومثلا لو انا رحت على الموقع تبعي هنوري حضراتكم الصفحات، مثلا صفحه بتاعت الكونتاكت اس ديت او الصفحه بتاعت الهوم، مثلا لو رحنا عند كونتاكت اس دي هتلاقي ان ادي صفحه دايت كونتاكت اس صفحه، اما انا اي نعم مش كاتب فيها اي شيء، ممكن اعمل اديتنج واحط اللي انا عايزه، وانا مش كلامي برضو مش عن المنيو دي لان المنيو هينجلها ان شاء الله باذن الله. عن موضوع الليفلنج بقى، انت لو كنت مثلا البيج اللي احنا ناويين نعملها ونفرض مثلا تيست دي هتخلي الصفحة بتاعت كونتاكت اص هي البيرنت تبعها، ما في مش هنخلي فيه اي شيء يعني، ايه يبقى الصفحة اللي اسمها تيست تقول للكونتاكت اص يا ابويا يعني، عارف انت يعني، دي تفريع جوه من تفريع. فانا بصيت على كونتاكت ميدي هلاقي ان جوه منها صفحة اللي اسمها تيست، فده اللي انا كنت اقصده بموضوع التفريع، او ان المسألة تبقى تمشي بترتيب هرمي شوية. واي نعم انا ممكن اخلي التيست دي تبقى بيرنت الصفحة تحت منها واعمل انليمتد عدد من المنيوز، يعني امر بسيط وسيمبل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.